المزيد حول تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. نعم، لازلنا نتابع معكم الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية من داخل معبر رفح البري. في هذه اللحظة نتابع مع حضراتكم دخول هذه الشاحنات المتوجهة إلى معبر رفح، عدد كبير من الشاحنات. نتحدث عن هذه الشاحنات التي تدخل الآن هي أكثر من 30 شاحنة بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيم ومواد الإعاشة. ستدخل هذه السيارات من بوابة معبر رفح، ستتجه تحديدا إلى معبر كرم أبو سالم، لأنه منذ صباح هذا اليوم دخلت 73 شاحنة من معبر العوجة. سيتم تفتيش هذه الشاحنات ثم الدخول إلى المنطقة المحايدة في معبر رفح الجانب الفلسطيني، والتنسيق المستمر بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدخول هذه المساعدات. كما تشاهدون من خلفي، هذه هي البوابة التي يتم منها الدخول هذه الشاحنات. الشاحنات تدخل الشاحنة تلو الأخرى متجهة إلى معبر العوجة، بالإضافة بالطبع إلى اصطفاف سيارات الإسعاف الموجودة هنا. هذه السيارات التي على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين الذين يأتون من قطاع غزة عبر معبر رفح ليتلقون الرعاية الصحية الكاملة. هذه السيارات بالإضافة إلى السيارات التي توجد بداخل المعبر يتم تجهيزها لنقل المصابين إلى المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء. نتحدث عن مستشفيات بئر العبد والشيخ زويد والعريش، بالإضافة إلى مستشفيات مدن القناة. هذه المساعدات أيضا ستأتي مساعدات أخرى على جانب الطريق، وهناك أيضا يعني عدد كبير من الشاحنات التي أفرغت حمولتها وتخرج، والشاحنات التي تدخل أيضا يعني شاحنة تلو الأخرى كما تحدثنا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات الذي دخل أمس إلى معبر رفح. كنا نتحدث عن 169 شاحنة دخلوا بالفعل، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 15 مصابا بالأمس وخروج أكثر من 300 أو أكثر من 600 من مزدوجي الجنسية. فإذا المساعدات تستمر هنا داخل معبر رفح وتتدفق في الدخول يعني الدخول إلى قطاع غزة، ويعني مساعدة الأشقاء في قطاع غزة بمزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية. وسنتابع معكم بالتأكيد كل ما هو جديد وتدفق المساعدات داخل معبر رفح.